يا اخوانا للسيد المأذون وكرسيين بعد اذنكم. ازيك يا سيدي السيد؟ نعم. نريد كرسيين لو سمحتوا بعد إذنكم، كرسيين ثلاثة كده بعد إذنكم، القائمين على العرس. خلاص بلاش ترابيزة، عندنا واحدة، عندنا واحدة. والآن أيها الأحبة، مع مراسم إجراء عقد الزواج مع فضيلة مولانا مجمع الأحبة الشيخ عاشور رمضان، فليتفضل مشكورا. تفضل حضرتك. دكتور حماده فين؟ كان هنا راح فين؟ دكتور حماده فين؟ طيب ماشي. من فضل الحاج ممدوح يتفضل بالحضور. أستاذنا الحاج ممدوح يتفضل إلى المنصة. حاج ممدوح أطلع تفضل.
عم الحاج مندوح. والآن مع مراسم إجراء عقد الزواج فليتفضل الشيخ عاشور رمضان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى حمدا طيبا مباركا فيه، نشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة، فصلوات الله وسلامه عليك سيدي يا رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يقول الله تبارك وتعالى في كتاب العزيز، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم لأنه لا وجاب. ويقول صلى الله عليه وسلم، إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. ويقول صلى الله عليه وسلم، من رزقه الله امرأة صالحة فقد أعانه على شطر دينه فليتق الله في شطره الآخر. ويقول صلى الله عليه وسلم، النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني، أو كما قال رسول الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحاج أحمد يقول، توكلت على الله، توكلت على الله وزوجتك موكلتي بنتي البكر إيمان أحمد عطا الله لنفسك زواجا شرعيا على كتاب الله وعلى سنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى الصداق المسمى بيننا الحال منه والمؤجل. وأنا توكلت على الله وقبلت منك زواج موكلتك بنتك البكر إيمان أحمد عطا الله لنفسي زواجا شرعيا على كتاب الله وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى الصداق المسمى بيننا الحال منه والمؤجل. وقد اتبعنا في هذا نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمرنا الحاضرين أن يشهدوا على ذلك. إن شاء الله الجمع الحضور شهود على العقد، والله سبحانه وتعالى خير الشاهدين. حج أحمد، قل له زوجتك، قل له زوجتك، قل له أنا قبلت. ندعو لهم بالبركة، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يبارك لهما وأن يبارك عليهما وأن يجمع بينهما في خير. بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقهم ذرية صالحة تعبده ولا تشرك به شيئا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الأحباب، بفضل الله تعالى تم إجراء عقد زواج السيد المحاسب أحمد ممدوح عطل المنفلوطي نسبا وصهرا مع الحج أحمد عطل المنفلوطي. أسأل الله تعالى أن يتم الفرحة على خير. بقي لنا في الاستراحة دقائق مقتسمة بين الكلمة وبين الابتهال، لكن لي طلب عند الحضور. الأول، عدم التدخين.
أرجو عدم التدخين احتراما لكلام الله تعالى ولسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني، لا يجوز بأي حال من الأحوال، فمقام الأدب يحتم ألا أعقد قدما على قدم احتراما لكلام الله وللقارئ الكريم ولهيبة المجلس ولوقار كلام الله عز وجل. قالوا قديما الرجال أربع: رجل يدري ويدري أنه يدري فذلكم عالم فاتبعوه، ورجل يدري ولا يدري أنه يدري فذلكم غافل فنبهوه، ورجل لا يدري ولا يدري أنه لا يدري فذلكم جاهل فعلموه، ورجل لا يدري ويدري أنه لا يدري فذلكم مكابر فامقتوه. ومعنا بمشيئة الله تعالى عالم وعالم يدري ويدري أنه يدري، فذلكم فضيلة الأستاذ الدكتور حمد سقاوي كبير أئمة بوزارة الأوقاف، فاستمعوا. الحمد لله رب العالمين، نظرة بعين رضاه تجعل الكافر وليا، وقطرة من فيض جوده تملأ الأرض ريا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ملكه ولا مناوئ له في علو شأنه، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة أعظم ما يكون التبليغ، وأدى الأمانة على أكمل وجه، ونصح لهذه الأمة، وجاهد في الله حتى أتاه اليقين، وترك أمته على محجة بيضاء ليلها كنهارها. سيدي يا رسول الله، سيدي يا حبيب الله، سيدي يا خير خلق الله، أبا الزهراء قد جاوزت قدري، أبا الزهراء قد جاوزت قدري بمدحك بيد أن لي انتسابا، فما عرف البلاغة ذو بيان إن لم يتخذك له كتابا، مدحت المالكين فزدت قدرا، وحين مدحتك اقتدت السحابا. صلاة وسلاما دائمين متلازمين يليقان بمقامك سيدي يا أمير الأنبياء وصفوة المرسلين. أما بعد، مستمعي الكرام، استمعنا واستمعتم إلى آيات التلاوة، استمعنا إلى صوت شجي قوي شنف به قارئنا أسماعنا، وهزت كلماته قلوبنا، استمعنا إلى آيات من آخر سورة الكهف وأول سورة مريم، وأريد في هذه الأثناء أن أعرج على ما قرئ بقدر الإمكان، فأعظم
ثمرة للتلاوة أن تفهم ما قرئ وأن تتدبر ما استمعت إليه من كلام. استمعنا إلى آخر الكهف، وسورة الكهف من سور القرآن الكريم المكية التي تعالج أمور العقيدة وتثبت قضية التوحيد لدى النفوس من خلال ما أثارته من قصص وخوارق للعادات. ختمت سورة الكهف بفاصلة تشبه فاصلة مريم، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فهي دعوة للتوحيد الخالص. ثم جاءت سورة مريم لتؤكد التوحيد من خلال ما استمعنا إليه من قصص تدل على التوحيد وطلاقة القدرة. بدأت السورة بحروف مقطعة، والحروف المقطعة في القرآن مفادها الإعجاز والتحدي في دنيا البيان إلى يوم القيامة. كاف ها يا عين صاد، ما زال العالم الآن بعلمائه وفصحائه وأهل بيانه ما زالوا عاجزين عن كن هذه الحروف وقصارى ما قالوه. وما وصل إلى علمنا أنها حروف من حروف المعجم، القصد منها التحدي والإعجاز. فكأن منزل القرآن الكريم يقول للناس جميعهم إن هذا القرآن مكون من جنس هذه الحروف. فإذا كنتم يا أهل البيان تزعمون أن القرآن من صنع بشر فاصنعوا قرآنا مثله أو قريبا منه. تحداهم أن يأتوا بصورة فعجزوا، بعشر آيات فعجزوا، بقصير أو طويل فعجزوا، ثم أثبت عجزهم إلى يوم الدين. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله، ليس هذا فحسب، بل ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. إذن راية الإعجاز البياني البلاغي مرفوعة إلى يوم الدين. ثم بدأت آيات التلاوة تتحدث عن قصتين، كل قصة منهما تثبت قدرة الله العلي الأعلى، كل قصة منهما تعطي الأمل الكبير في الله وحده. أولى القصتين قصة زكريا ويحيى، وهي قصة انقطع فيها أمل الإنجاب وتعطلت فيها أسباب الدنيا وعملت فيها طلاقة القدرة وحدها. زكريا شيخ كبير وزوجه امرأة عجوز، فمن أين يأتي الولد؟ على حسب العلم التجريبي الظاهري لا يمكن أن يأتي ولد من أبوين كهذين، ولكن
قدرة الله فوق كل شيء. رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه. وجاء يحيى ليدل على قدرة الله الواحد الأحد. جاء يحيى ليحيى وتحيا بشريعته أمة. فيا من أصابك اليأس وسيطر عليك القنوط لا تيأس من رحمة الله، فيد الله سبحانه وتعالى تعمل بسبب وبلا سبب. ثم تأتي القصة الثانية وهي قصة مريم العذراء، وهي قصة أقل قدرة أعظم قدرة من سابقتها. فيحيى جاء من أب وأم، أما عيسى فقد جاء من أم بلا أب. كل ذلك من خلال القدرة الإلهية التي تبرز للناس في دنيا التحدي أن قدرة الله فوق كل شيء، وما تظنه لا يحدث إذا أراد الله حدوثه حدث. ولو كانت الدنيا كلها تشهد بعدم حدوثه فإنه سيحدث. عيسى رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، أظهره الله بين الورى ليعلن قدرة الله. فالإنسان يأتي من أبوين، ويأتي من أم بلا أب، ويأتي من أب بلا أم، ويأتي بلا أب وبلا أم، لأن طلاقة قدرة الله لا تعرف المستحيل. وفي نهاية الآيات يتغير أسلوب النظم القرآني بطريقة عجيبة. من أول مريم فاصلة الآيات هي حرف الألف، ذلك الحرف الندي الرخي الذي يدل على رحمات الله ويدل على عناية الله من خلال جو السورة العام. ذكر رحمة ربك عبده زكريا، لاحظ معي، إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. وهكذا يمشي السياق بالألف، زكريا خفيا رضيا سميا، إلى أن قرأ القارئ آية تغير فيها النظم وعرج فيها الأسلوب القرآني على أمر آخر ليرسل إليك أيها المستمع رسالة مفادها إعلان التوحيد لله. استمع إلى ما استمعنا إليه. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. تحولت الفاصلة من الألف إلى النون. لما؟ لأن الكلام السابق كله في جو ندي رخي رحيم،
ظهرت فيه رحمة الله وامتزجت بقدرته، أما هنا فهو حكم محكمة تغير فيه النظر وتغيرت فيه رسالة الصورة، قول الحق الذي فيه يمترون، ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. حكم محكمة يخالف ما سبق وما سيق من آيات. فبعد أن قص القرآن عليك هذا القصص العجيب أعقبه بهذا الحكم الحاسم الذي تغير فيه الأسلوب والحروف، قول الحق الذي فيه يمترون، ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. النتيجة لما سبق مما استمعنا، وإن الله ربي وربكم، وهذا يستوجب الخضوع، فاعبدوه هذا صراط مستقيم. شكر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. المدح في رسول الله صلى الله عليه وسلم عذب مذاقه، فمنهم من قال رسول الله طال بي الحنين وأرق مهجتي الشوق الدفين، مدحتك لا رياء ولا نفاقا وفي من يمدحونك من أكون. جاءت إلينا هذه التهاني قبل أن نشرع في تقدمة مولانا الشيخ من المهندس نصر حشمت مدير عام شركة بورسعيد للأقطان، معالي الشيخ علي حلمي المفتش العام بوزارة الأوقاف، المهندس حسن المقرحي بشركة السكر أبو قرقاص، معالي مولانا المحترم المضياف جمال مرتجى، معالي الشيخ الدكتور أحمد صلاح راشد، معالي الشيخ محمود صلاح راشد الموجه العام بالتربية والتعليم، معالي الأستاذ المحترم رضا عبد الرحيم أستاذ ورئيس اللغة العربية بوزارة التربية والتعليم، مولانا المبجل المحترم معلم القراءات العشر جميل كامل، مولانا المضياف فرغلي صلاح الدين العريني، مولانا الشيخ محمد عبد الرحمن أحد أركان الأزهر الشريف، مولانا المحترم السامع المؤدب الشيخ أحمد الرمادي، مولانا المحترم المضياف الشيخ مصطفى نجيب، مولانا المعتمد دوليا وإذاعيا الشيخ محمد عاطف، مولانا الشيخ الأستاذ أحمد يونس، مولانا الشيخ صابر القصري. وباسم العائلة الكريمة أشكر حضوركم جميعا وحضور أهل البلدة الطيب أهلها، ونسأل الله تعالى أن نبادلكم التهنئة في القريب العاجل. معالي المستشار محمد عبد العزيز، وإذا نسي العلم فهو معروف. أيها الإخوة الأحباب، مع فاصل من الابتهالات الدينية والمدائح النبوية يشدو به مولانا الأستاذ الدكتور أحمد صلاح راشد كبير مفتشي بوزارة الأوقاف، رئيس دار فصاحة بالقاهرة لتعليم الأجانب القرآن الكريم وعلومه واللغة العربية وفروعها، فليتفضل مشكور. لا إله إلا
وحده لا شريك له صدق وعدا ونصر أبدا وأعز جندا وهزم الأحزاب وحده سيدي يا رسول الله هل صليت اليوم عليه ترجو أن تسقى بيديه هل صليت اليوم عليه ترجو أن تسقى بيديه أرغم أنف الظلم وقل صلى الله عليه وسلم رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله على الأكوان نور الأرجاء على الأكوان نور الأرجاء لذكرك محيي للقلوب فإنه سحب الرحى مذهب الأدواء ذكرك محيين للقلوب فإنه سحب الرحى مذهب الأدواء أذناي إن سمعت بذكر محمد لهج اللسان معظما بثناء يا سعد من صلى على خير الورى إن الصلاة على النبي الهاشمي لذكرك محيي للقلوب فإنه سحب الرحى
فإنه صحب الرحائم مذيب الأدواء، فالروح فيك تهيم تهيم فيك الروح وهي عليلة، فالروح فيك تهيم وهي عليلة، فإذا بها تحظى بكل شفاء، فالروح فيك تهيم يا عليلة، فإذا بها تحظى بكل شفاء. أذناي إن سمعت بذكر محمد لغج اللسان معظما بثنائي، يا سعد من صلى على خير الورى، إن الصلاة على النبي الهاشمي دواء. أيمر عام لا أقدم باقة من زهر إحساسي وعطر أرول، وأظل في ذكر الحبيب ملثما بالصمت أودا بغير نشيد، وأنا الذي يا طالما حلقت في روض النبي كطائر غرير، وحملت أشواقي حملت أشواق وطرت مرددا أنغام حبي فوق ناي وريدي، وشعرت أني قد سمعت لعالم آفاقه تمتد دون حدودي، بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وافى الهنا، يا نفس طيبي باللقى، يا نفس قري أعينا، هذا مديح المصطفى أنواره لاحت لنا، وبالحبيب المصطفى صفى وطاب عيشنا، نعطر أفواهنا بالصلاة على رسولنا محمد، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. أدم الصلاة على الحبيب، فصلاته نور وطيب، أنفاس جنات مفاتح رحمة نغم حبيب، فالصلاة على رسول الله تسري تبعث بالندى والري للروح الحبيب، وتطوف بالرضوان تنثره على كل القلوب، ادعوا الإله بها كما تشاء تجده يستجيب، واطلب بها منه ما ترتجي تنل أوفى نصيب. الله صلى والملائكة الكرام على الحبيب،
أنال من صلى عليه الخير والمدد الرحيم، حاشا وكلا أن يضام من صلى على الحبيب أو يخيب. فالصلاة على الحبيب شمس أبدا لا تغيب، فإذا دعوت الله في أمر عظيم أو عصيب فابدأ دعاءك ثم اختتم بالصلاة على الحبيب. يا ربنا بالمصطفى وآله ومن صفى، امنح جميعنا الصفا وكلنا على الدوام. من مد كل الأنبياء بالنور حتى الأتقياء، ربي عليه مصليا ومسلما أزكى سلام. الأنبياء والرسل في يوم حشر تذهل، وأنت ثبت أكمل منحت محمود المقام. اللهم صل صلاة جمال وكمال على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. استمعنا منذ قليل إلى كلمة ليست بالطويلة المملة ولا بالقصيرة المخلة، جمع قائلها فأوعى فضيلة الأخ الكبير الدكتور حمادة، سائلين الله تعالى له التوفيق. كما استمعنا إلى فاصل من الابتهالات الدينية والمدائح النبوية شدى به مولانا الأستاذ الدكتور أحمد صلاح الراشد. أيها الإخوة